ألمانيا بلد بيتهوفن وباخ وفاغنر. ألمانيا الفلسفة هيجل وهابرمس. بلد القياصرة الذين بسطوا نفوذهم على رقعة واسعة من القارة الأوروبية. بلد قياصرة آخرين حكموا ملاعب كرة القدم، وفي مقدمتهم فرانز بيكنباور الذي جعل هو وجيله من البوندسليغا أحد أقوى الدوريات في العالم. لألمانيا صولات وجولات جعلت اسمها مرادفا للانتصارات. عام 54 خط الألمان قصة أحد أكبر مفاجآت المونديال، خسارة قاسية أمام المجر في الدور الأول بثمانية أهداف لثلاثة، لكن الألمان عادوا لينتزعوا كأس العالم في نهائي مثير. وفي عام 74 الألمان يصطدمون بالألمان، الشرقية ضد الغربية، غلبة أولية للشرقية ونهائية للغربية أمام أصحاب الكرة الشاملة هولندا. بعد ذلك خيبات أمل متتالية، خروج من الدور الثاني عام 78 وخسارتين في النهائي عامي 82 و86. وبينما كان مارادونا يستعد للتتويج باللقب الثاني على التوالي للأرجنتين، كان لأندرياس بريمي رأي آخر ليقود ألمانيا للقب عام 90. عادت خيبات الأمل لترافق ألمانيا بعد ذلك، قبل أن يبني الألمان فريقا جديدا ويستعيدوا مجدهم ويحسموا اللقب الرابع في تاريخهم المونديالي بالفوز على الأرجنتين في نهائي 2014 بهدف في الوقت الإضافي. تعود ألمانيا في مونديال روسيا 2018 وعينها على اللقب الخامس في تاريخها، والتساوي مع البرازيل كأكثر المنتخبات تحقيقا للقب كأس العالم.